كان قد جمع بين طلبة ثانوية أحمد الشريف منتوري بعين مليلة ولاية أم البواقي وطلبة ثانوية أحمد عليلي بعين الدفلة، وكان الفوز حليف ثانوية أحمد الشريف منتوري بعين مليلة ولاية أم البواقي بمجموع 68 نقطة، وهي في المرتبة الثانية. اليوم سيجمع اللقاء بحول الله بين طلبة ثانوية جاريد 2 بالقبة الجزائر العاصمة وطلبة ثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية ولاية معسكر للتعرف على ثانويتين وعلى نشاطين الأولين بكلتا الثانويتين. نتصل في الحين بثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية ولاية معسكر، حيث توجد الفرقة التقنية هناك وعلى رأسها المخرج بنعودة بحجر. تحياتي لك أخي عبد الحق وإلى الكل هناك، إليك الخط. شكرا نادية، تحية متبادلة. أهلا وأهلا، أهلا وسهلا بكم سيداتي أو سادتي معشر الطلبة، فتحيتنا كذلك إلى الزميلة فهيمة الموجودة بثانوية القبة التي نزف إليها، وللثانوية التي سنخاصمها في هذا اليوم نزف إليها التحية. إذن كما ذكرت، نحن هنا بالضبط في إحدى الدوائر الجميلة لولاية معسكر المحمدية. هذه المدينة التي سوف لن أعرفها لأنني سأحيل الخط مباشرة إلى إحدى التلميذات، إلى أسمهان. مرحبا بك أسمهان، وتفضلي حتى تعرفي نادية والسادة المستمعين بولاية أو بمدينة المحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الوهاب الذي وهب العلم لمن اختارهم من عباده وأشاد بالعلم والعلماء، وصل اللهم على سيدنا محمد سيد الحكماء والعلماء وسيد الأنبياء. الآن أعرفكم بمحمدية. سميت المحمدية قديما بالهبة نسبة إلى سهلها الشاسع، وبعد الاحتلال الإسباني سميت بكاستا نوفا أي البيت الجديد، وبعد الاحتلال الفرنسي أطلق عليها اسم باريجو أي بيريجو نسبة إلى أحد جنرالات فرنسا الذي مات في إحدى المعارك ضد جيش الأمير عبد القادر. وبعد الاستقلال سميت بالمحمدية نسبة إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عن الثورة التحريرية فلقد شاركت المحمدية بخيرة أبنائها، بحيث استشهد عدد كبير من أبناء المنطقة، كما أن ثورة بني شجران المشهورة عام 1914 لا يبعد مكانها إلا بحوالي 8 كيلومترات عن مدينة المحمدية. أما من حيث الموقع فإنها تحتل موقعا استراتيجيا هاما بالنسبة لغلب البلاد، خاصة كما أن خط غرينيتش لا يبعد عن وسط المدينة إلا بحوالي 200 متر، وهي لا تبعد عن عاصمة الجزائر الغرب الجزائري إلا 78 كيلومتر، وعن معسكر عاصمة الولاية وعاصمة الأمير عبد القادر إلا 40 كيلومتر، وعن موقع معركة المقطع المشهورة إلا بحوالي 10 كيلومترات من الناحية الشمالية. يبلغ عدد سكان المحمدية 95,320 نسمة. والآن نعرفكم بالمؤسسة. تسمى مؤسستنا عثمان. ولد بدوار ولد سيدي عثمان بلدية المحمدية. حفظ القرآن بنفس المكان الذي ولد فيه، ثم سافر إلى المغرب الأقصى ليلتحق بجامع القرويين بغية دراسة القرآن الكريم بالروايات، ثم رجع إلى مسقط رأسه وكله تعطش للعلم والمعرفة، مما دفعه إلى السفر إلى القاهرة قاصدا الأزهر الشريف الذي اشتغل به مدرسا بعدما أتم دراسته. ومرة أخرى رجع إلى بلاده، لكن هذه المرة اهتم بالتدريس في العديد من المناطق الغربية. وفي بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 فرضت فرنسا على الجزائريين التجنيد إلى جانبها، مع العلم بأن التجنيد الإجباري فرض عام 1912. رفض الشيخ عثمان بن راشد وحرض سكان منطقة بني شجران على العصيان، مما أدى إلى اشتعال نيران الحرب في نفس السنة عام 1914، فألقت فرنسا القبض عليه وسجنته في البرواقية ولاية المدية حاليا، ومات بها مسموما شهيد العلم والوطن رحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا إسمهان. إذن كان هذا التعريف وتعريف مطول عن مدينة المحمدية وعن المشاريع وعن تاريخ هذه المنطقة الجميلة. كما قلت سنبقى في هذه المدينة التي هي مدينة الأمير عبد القادر، أو على الأقل فهي قريبة من مدينة الأمير عبد القادر طبعا، لأنها توجد في ولاية معسكر. ستلقي على مسامعنا التلميذة
حكيمة آخر ما خلفه شاعر الثورة مفدي زكريا، هذه القصيدة التي كتبها في الأمير عبد القادر. إذن حكيمة، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ذكر التاريخ أبطال أمة يخر لذكراك الزمان ويسجد، وإن تذكر الدنيا زعيما مخلدا فإنك في الدنيا الزعيم المخلد. أثرت على العاتين حربا ولم تزل عليهم تلظى كالجحيم وتوقد، وسطرت للأحرار بالدم غاية لها المهج الحرى طريق معبد. فما خمدت نيران حربك لحظة، وهيهات نيران الجزائر تخمد. ففي كل فج بالجزائر رسمها، وفي كل شبر بالجزائر مشهد. لها كل روح في الجزائر هيكل، وكل فؤاد في الجزائر معبد. فنم يا أمير المؤمنين، فنم يا أمير المؤمنين، فإننا بروحك لاستقلالنا نتصعد. يقدس فيك الشعب أعظم قائد، هما من له الأجيال تروي وتشهد. حديثك تتلوه البنادق في الوغى نشيدا يغنيه الزمان وينشد. وجيشك عبد القادر اليوم ظافر يحطم هامات الطغاة ويحصد. وشعبك مأمون الخطى متماسك، ومغربك الجبار قطر موحد. فنم في جوار الله ترعاك عينه، ويرعاك في دار الخلود محمد. السلام عليكم. شكرا حكيمة. إذن الآن سيدتي أونسي سلتي، نأتي إلى هذه الأغنية أو هذا النشيد، النشيد الترحيبي الذي مطلعه ألف سلام وألف تحية. هذا النشيد من كلمات وألحان الأستاذ لقام بن عمر، طبعا وهو معروف في الساحة كفنان وكمطرب. إذن مع المجموعة الصوتية ومع الأستاذ زدام. Yeah.
أغنية ألف سلام وألف تحية هي إبداع محلي تهدى إلى كل الشعب الجزائري، تهدى إلى الأستاذ الضام. على فكرة الأستاذ الضام يحظى بإقبال واسع هنا في هذه المنطقة، فيضرب له ألف حساب وحساب حتى تظهر كل المجموعات الصوتية في أحسن ما يرام. نتمنى أن يكون هذا النشاط الأول قد نال رضا السادة الأساتذة. فإلى أن نعود إلى الخصام ونعود إلى الجو الثقافي، جو التنافس، إليك الخط نادية. شكرا لك الأخ عبد الحق، شكرا لثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية على هذا النشاطين. ونتصل الآن بثانوية جاريدي 2 بالقبة بالجزائر العاصمة، حيث توجد الفرقة التقنية التي تنقلت من هناك وعلى رأسها المخرج عمر بن زكا. فتحياتي لك أختي فهيمة وإلى الجميع هناك، إليك الخط. مساء النور، مساء الأنوار نادية. أيها السادة والسيدات، أنعم الله مساكم وأهلا ومرحبا بالجميع الموجودون هنا معنا، وكذا بكل الطلبة عبر كل التراب الوطني. تحية عطرة إذن أزفها لكم أيها السادة والسيدات أعزائي الطلبة، مباشرة من إحدى قاعات الثانوية الفتية بجريدي رقم 2 بالجزائر العاصمة، أين يوجد طلبة الثانوية الذين سيشاركون بدورهم في هذا اللقاء التنافسي الفكري من لقاءات بين الثانويات. فنتمنى لكل الطلبة التوفيق والنجاح، وخاصة أن الامتحان شهادة البكالوريا على الأبواب، فحظ سعيد وموفق للجميع. وكما احتدتم أيها السادة والسيدات أعزائي الطلبة، ستتقدم أمامكم الآن طالبة من ثانوية جريدي، وذلك لتوفينا أولا بكلمة ترحيبية، وتكون متبوعة هذه الأخيرة بملخص عن أهم الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية الموجودة بثانوية جريدي رقم 2. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من ثانوية جريدي بالقبة نرحب بكم ونزف لكم عبر هذا اللقاء أحلى عبارات المودة والأخوة، ولا يفوتنا أن ننقل لكم ولزملائنا بثانوية معسكر تحيات أسرة ثانويتنا من أساتذة وتلاميذ وعمال، راجين من الله عز وجل أن نقضي معا لحظات ملؤها التنافس الشريف خدمة للعلم وإتقانه في بلادنا. والآن نقترح عليكم البطاقة الفنية لثانويتنا. ثانوية جريدي هي إحدى الثانويات الواقعة ببلدية القبة دائرة حسين داي، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الحي السكني الذي تقع فيه والمحادي لحي العناصر المطل على العاصمة. تستقبل ثانوية جريدي التلاميذ القادمين من الأحياء المجاورة كبير خادم، بير مراد رايس، ديار العافية والقبة كذلك. كانت ثانويتنا هذه عبارة عن مدرسة أساسية من سنة 84 و900 و1000 إلى غاية 88 و900 و1000، وبقرار وزاري حولت إلى ثانوية للتعليم العام منذ سنة 88 و900 و1000، وتحتوي على 3 أجنحة وبها 26 قاعة للدروس و3 مخابر ومدرج من الحجم المتوسط، وكذا قاعة خصصت يا سيل الفرج في
السادة والسيدات أعزائي الطلبة، لازلنا معكم ونشكر طلبة ثانوية جريدي رقم 2 عن هذه الافتتاحية العاصمية الجميلة. ونادية، لنا موعد بعد عملية القرعة، فلك إليك الخط. شكرا لك أختي فهيمة، شكرا لطلبة ثانوية جريدي رقم 2 على هذا اللحن الجميل، وإن شاء الله ربي يفرج علينا جميعا. والآن إخواني الطلبة، أيتها الجماعتين المنتدبتين بكلتا الثانويتين، ننتقل إلى ميدان الأسئلة والأجوبة ومع عملية القرعة لاختيار الثانوية المجيبة أولا، وهي ثانوية جريدي رقم 2 بالقبة الجزائر العاصمة، ورقم السؤال، والسؤال رقم 1. والسؤال إخواني الطلبة يقول: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغليها المهر. من القائل؟ أهو أبو العلاء المعري، أبو فراس الحمداني؟ في البيت صورة بيانية، ما هي؟ ما المراد بالمهر؟ المهر في أي غرض شعري يدرج هذا البيت؟ أعيد السؤال للمرة الثانية والأخيرة: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغليها المهر. من القائل؟ أهو أبو العلاء المعري، أبو فراس الحمداني؟ في البيت صورة بيانية، ما هي؟ ما المراد بالمهر؟ المهر في أي غرض شعري يدرج هذا البيت؟ ودقيقة للتفكير والتشاور لثانوية جريدي رقم 2. وتنتهي دقيقة التفكير والتشاور، هل من مجيب أم مجيبة؟ مجيبة نادية، ونتمنى أن تكون بداية موفقة لطلبة ثانوية جريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقت الجماعة على أن يكون الجواب كالتالي: بالنسبة لاسم الشاعر هو أبو الفارس الحمداني، بالنسبة للصورة البيانية الموجودة في هذا البيت هي استعارة مكنية في يهون علينا في المعاني نفوسنا، بحيث شبهت النفوس بالإنسان الذي يهون، فحذب المشبه به وهو الإنسان، وذكر لازما يدول عليه وهو الفعل هانا. بالنسبة للغرض هو غرض المدح. بالنسبة لشرح كلمة المهر، المهر هو الشيء الذي يعطى أو يقدم للعروسة، وبالنسبة للمهر هو ابن الحصان. وشكرا. شكرا للطالبة، وتقييم الإجابة من قبل أستاذ المادة. وهو الأستاذ بنتريدي. أشكر الطالبة على إجابتها. الشعر يقول: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. الشاعر يفتخر فيقول: إننا نحن معشر بني حمدان نسترخص أنفسنا في طلب العلا، في طلب العلياء، تماما كما يسترخص خاطب الحسناء المهر الذي يدفعه لها عند الزواج. وعليه فالصورة البيانية هي التشبيه الضمني.
أما المراد بالمهر فقد تقدم فهو الصداق، والمهر هو ابن الفرس. الغرض كما سبق أن قلت إذن هو غرض الفخر. وبما أن الإجابة كان فيها جانب من الصواب فالعلامة مقدرة بإحدى عشرة نقطة. وإحدى عشرة نقطة يقول الأستاذ بنتريدي لثانوية جريدي رقم 2 بالقبة الجزائر العاصمة. وسؤال ثاني مدام هناك سؤالين فهو موجه لثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية ولاية معسكر. وسؤال إخواني الطلبة يقول ترتبط سنة 1956 بأحداث وطنية وعربية هامة. ألف هاتي حدثين وطنيين، باء أذكر حدثين عربيين. أعيد السؤال للمرة الثانية والأخيرة. ترتبط سنة 1956 بأحداث وطنية وعربية هامة. أولا ألف هاتي حدثين وطنيين، باء أذكر حدثين عربيين. ودقيقة للتفكير والتشاور لثانوية عثمان بن راشد. وتنتهي دقيقة التفكير. هل نعم. إذن زين الدين موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقد اتفقت الجماعة على الإجابة التالية. أولا الحدثين الوطنيين الذين جريا في عام 1956 هو أولا عام 24 فبراير 1956 يذكرون بتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي انضم إلى الذي كان يضم 120 ألف منخرط، والذي انضم إلى النقابات الحرة العالمية في جويلية 1956، ثم مؤتمر الصومال 1956 الذي يعتبر منعرج تاريخي في حياة الثورة، حيث درس شمولية الثورة بعد عامين من اندلاعها، حيث خرج بقرارات عدة، مثلا تكوين المجلس الوطني للثورة وتكوين لجنة التنسيق والتنفيذ، قسمت الجزائر إلى 6 ولايات، أولوية الداخل على الخارج، وخامسا تنظيم جيش التحرير الوطني. والأحداث وحدثين عربيين هما أولا تأميم قناة السويس عام 1956 والعدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 56 من طرف بريطانيا فرنسا وأمريكا، وكذلك استقلال تونس والمغرب. أي حدث إضافي، تونس استقلت في 20 مارس 1956 والمغرب استقل في 2 مارس 1956. وشكرا. شكرا موفق زين الدين. والأستاذ حمودة يقيم إجابة الطالب وأراه راضيا عنها. في الحقيقة أشكر الطالب على جوابه الصحيح، لأن سنة 56 مليئة بالأحداث على المستوى الوطني والعربي والعالمي. ممكن أن نضيف فقط على المستوى الوطني أنه في 22 أكتوبر 56 وقوع القرصنة الجوية، حيث تم اختطاف الطائرة المغربية التي كانت تقل الزعماء الخمس بن بلة ورفاقه، والطائرة كانت متوجهة من الرباط إلى تونس لحضور الندوة المغاربية، وكان مقرر أن تشارك في جبهة التحرير الوطني بالوفد الزعماء الخمس. كذلك ممكن أن نضيف وقد جاء في جواب طالب استقلال تونس واستقلال المغرب، تأميم القناة ثم العدوان الثلاثي، وقد جاء هذا في الجواب. إذن العلامة أعتقد بأنها كاملة 20. عشرين نقطة، أظنها أول مرة أستاذ تعطى 20 نقطة في لأول مرة. نعم لأول مرة. نعم، وبالتالي النشاط الأول يكون بين بحو أو
من نصيب ثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية. إليكم الخط مرة ثانية عبد الحق. طبعا ونحن مستعدين خاصة على إثر هذه التصفيقات التي سمعتها ولكن لم ترينها تريها أنت. إذن قبل أن ننتقل إلى أغنية يا حمام السلام لنهديها خاصة إلى زين الدين على هذه الإجابة الموفقة، سوف نلتقي الآن مع ركن هل تعلم من تقديم الثنائي مصطفى عدلان. مصطفى لما سقسيته على الاسم قال لي واش نعطيك اسم الشهرة ولا الاسم نتاعي الخاص. يبدو أنه معروف في المنطقة، نتمنى لك كل توفيق مصطفى عدلان وكذلك نعيمة. إذن في ركن هل تعلم وأظن أنه سيعرفنا بالمعالم التاريخية لهذه المنطقة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ركن هل تعلم، هل تعلم أخي الطالب أختي الطالبة أن الخط الرئيسي لخطوط الطول معذرة الذي هو خط غرينتش. معذرة لثانوية عثمان بن راشد، ولنستمع الآن جميعا لأذان صلاة العصر. تقبل الله صلاة الجميع ونعود الآن مرة ثانية لثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية. عودة لكم الأخ عبد الحق مع الثنائي نعيمة ومصطفى عدلان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ركن هل تعلم، هل تعلم أخي الطالب أختي الطالبة أن الخط الرئيسي لخطوط الطول الذي هو خط غرينتش يمر بالمحمدية بالضبط. وهل تعلم أخي الطالب
أختي الطالبة أن أول امتحان للبكالوريا في العالم كان سنة 1787 في عهد نابليون بونابرت بفرنسا. ولتعلم عزيزي الطالب أن أقدم رجل وضعت قدمه أرض المغرب العربي هو رجل تغنيف بولاية معسكر. وهل تعلم أن أول بلد عربي استطاع أن يقضي على الأمية هو العراق، وآخر أمي توفي سنة 1978؟ وهل تعلم أن أكبر معركة قادها الأمير عبد القادر ضد الجيش الفرنسي هي معركة المقطاح بضواحي المحمدية سنة 1835، والتي خلفت 2500 قتيل في صفوف العدو، والتي قال فيها الشاعر: ولما تولت خيلنا ورجالنا مددنا لهم أيدي النزال إلى السيف، بكل جواد يسبق البرق عدوه، وآخر يطوي الأرض كالريح والطرف، نهار بدا كالليل أظلم حالكا، أصبنا لهم ألفي قتيل مع النصف. وهل تعلم أخي الطالب أختي الطالبة أن الآثار الجزائرية المعترف بها عالميا هي كالتالي: قلعة بني حماد، الطاسيلي، وادي ميزاب، أثار جميلة بسطيف، أثار تيبازا، أثار تيمقاد، وأخيرا القصبة. وهل تعلم أخي الطالب أنه في 24 مايو القادم من هذه السنة سيصبح عدد دول إفريقيا 52 دولة، وهذا بعد انضمام إريتريا لها؟ هل تعلم أن الجزائر تحتل المرتبة 31 عالميا من حيث عدد السكان حاليا؟ وهل تعلم أن الحجر الأساسي لجامع الأزهر وضع سنة 359 هجرية على يد جوهر الصقلي، وأول جمعة صليت فيه كانت في 7 رمضان 361؟ وهل تعلم أن أعنف زلزال ضرب الجزائر هو زلزال عام 1825 الذي دمر مدينة بوقرب البليدة بكاملها؟ وهل تعلم أن المناطق العربية التي ما زالت تحت الحكم الأجنبي هي فلسطين، سبتة ومليليا بالمغرب، هضبة الجولان، جنوب لبنان، ولواء الإسكندرونة؟ هل تعلم أخي الطالب أن بداية الحكم الإسلامي لفلسطين كان سنة 639 ميلادي ضمن الفتح الإسلامي لبلاد الشام، وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ وهل تعلم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن المواد الموجودة في التبغ هي: أول أكسيد الكربون، القطران، النيكوتين، وأن تأثيراته وخيمة على العينين، الحنجرة، والرئتين، فحذاري من التدخين. هل تعلم أنه بعد فتح فلسطين كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وثيقة حيث وضعت فيها فلسطين كوقف للمسلمين؟ هل تعلم أن رأس الإنسان يحتوي على 10 مليارات خلية، وأن ذاكرة الإنسان تحتفظ بمعلومات تصل إلى 100 مليار معلومة؟ هل تعلم أخي الطالب أختي الطالبة أن أول مسلم تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء هو الباكستاني السلام أحمد سنة 1979؟ وهل تعلم عزيزي الطالب أن أصغر عالم تحصل على جائزة نوبل هو في الفيزياء هو ويليام براغ سنة 1915 وعمره لا يتعدى 25 سنة؟ وشكرا. شكرا. وهل تعلم أن اليوم هو يوم العالمي للاتصالات؟ فبهذا المناسبة نكون قد احتفلنا بالذكرى 25 ليوم الاتصالات، وبذلك نحيي كل عمال البريد والاتصالات، ولا ننسى أن لهم دور كبير في الاتصالات التي نحن بصددها اليوم، فكل صورة تصل إلى البيت إلا ويتبعها عامل من عمال هذا القطاع. إذن كل تحية إلى هؤلاء. طير يا حمام طير وعلي على بلادي وانشر البشاير، هذا عنوان الأغنية التي ستقدمها المجموعة الصوتية، والتي طبعا لحنها وكتب الكلمات كلماتها الأستاذ لقام بن عمر دائما. إذن مع المجموعة الصوتية. I'm gonna make it.
إذن هكذا يطير الحمام، يطير من المحمدية، ونتمنى أن يعلو كل أجواء الجزائر، أن يعلو السلام كل أنحاء الجزائر. إليك الخط نادية. وهو كذلك، وشكرا للأخ المخرج على هذه الصورة. ونستمع الآن لنشاط ثانوية جاردي رقم 2 بالقباء الجزائر العاصمة. الأخت فهيمة. فليكن نادية. إذن أيها السادة والسيدات، نعود بكم مرة ثانية بالقاعة التي توجد بقلب ثانوية جاردي، وذلك لنتابع وإياكم النشاط الثاني. هناك ركن قار أصبح قار في برنامج بين الثانويات، ألا وهو ركن هل تعلم؟ فيا ترى ما هي المعلومات العلمية التي سوف يقدمها لنا طلبة الثانوية؟ للإجابة عن هذا السؤال استمعوا معنا جيدا لهذه المعلومات. السلام عليكم. احنا حنقوموا بحوار على شكل حوار. أما زلت تهتم بالأدبيات فقط؟ مع أن الحياة ليست أدباً فحسب، وإنما المجال العلمي قد أثبت نفسه أيضاً في الاختراعات والاكتشافات الكثيرة. من قال لك ذلك؟ ربما أطلعتك على أمور علمية لم تخطر ببالك. أنا كذلك سأفاجئك وأثبت قدرتي الأدبية. هيا إذن المناظرة. أتدرين أن أول استعمال التخدير العام بالإتير كان سنة 1846، وبالكلوروفون كان سنة 1847. أتدري أن أول دولة جزائرية تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد، وكان على رأسها الملك سيفاكس، وخلفه ماسينيسا الذي توفي عام 146، وتأسست مدينة الجزائر في بداية القرن السادس عشر. وهل تعلمين مهلا يا زميلي، قد أقنع الآن زميلتنا بما سوف أقدمه لها من خلال هذا الجدول. يمثل هذا الجدول جدول دوري لترتيب العناصر، وضع من طرف العالم مندلياف في عام 1869، وهو وضع على شكل أعمدة وأسطر. في السطر الأول الإلكترونات موزعة وفق السوية رقم 1، وفي السطر الثاني الإلكترونات موزعة وفق السوية رقم 2، وهكذا إلى أن نصل إلى آخر سطر، أي سطر سابع. أما بالنسبة للأعمدة، فالطبقة الخارجية للعمود الأول تحتوي على إلكترون واحد، والطبقة الخارجية لعناصر العمود الثاني تحتوي على إلكترونين، وهكذا إلى أن نصل للعمود الثامن، حتى تكون الإلكترونات تحتوي الطبقة الخارجية على 8 إلكترونات، أي تكون مشبعة. نسمي عناصر العمود الأول بالعناصر القلوية، وعناصر العمود الثاني بالعناصر القلوية الترابية، وعناصر العمود السابع بالهالوجينات، وعناصر العمود الثامن بغازات الخاملة. حسنا، سأضيف لكم معلومات أخرى. أما علمتما أن بلوغين بن زيري هو مؤسس مدينة الجزائر في شكلها النهائي، وأطلق عليها اسم الجزائر سنة 960 للميلاد، نظرا للجزر الصغيرة المحاطة بها، وقد تعاقب عليها المرابطون ثم الزيانيون، ولكنهم لم يطفوا عليها شيئا. وهل تعلمين أنت أن 350 مرضا جديدا عند الإنسان قد أحصي خلال 25 سنة خلت؟ هل تعلم أن السلطات العامة قد صادقت في سنة 1985 على مخطط لإصلاح وترميم القصبة، يستهدف أمرين: المحافظة على الأماكن التاريخية منها الحصن 23 وقصر الداي بالخصوص، وإحياء تقاليد التعايش والتجاور من خلال ترميم 130 دويرة بمعنى فيلا قديمة. اعلمي أن العلماء أحصوا أكثر من 7000 فصيلة من النمل، ترأسهم الملكة التي تعيش 12 سنة تقريبا، وهي الوحيدة التي تبيض الملايين من البويضات يوميا. هل تعرف أن عبارة الدينار مستعملة في 7 دول هي الجزائر، تونس، العراق، الكويت، الإمارات العربية، الأردن، ليبيا ويوغوسلافيا سابقا. وفي الرياضة هل تعرف شيئا؟ بالطبع أعرف الكثير. أعرف مثلا أن أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية قد حاز عليها عربي جزائري اسمه الوافي من ولاية بسكرة في أمستردام سنة 1928 في سباق الماراثون.
وضف لمعلوماتك أيضا أن أول مشاركة للجزائر مستقلة في الألعاب الأولمبية كان سنة 1964 بطوكيو اليابان في رياضة الجمباز. أرأيت بعد كل هذا أن المعرفة ليست أدبا بحثا ولا علما محضا، وإنما الاثنان معا؟ بالفعل، الآن تأكدت أن على كل طالب علم أن ينهل من كل ميدان قصة. وصدق أبو العلاء المعري حين قال: قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وشكرا. إذن شكرا لطلبة ثانوية جريدي رقم 2 بالقبة الجزائر العاصمة عن هذه المعلومات القيمة، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد وجدت أذان ساغية. إذن أيها السادة والسيدات، أعزائي الطلبة، تبعا للنشاط الثاني المقدم هنا مباشرة من ثانوية جريدي رقم 2، سنستمع وإياكم الآن إلى محاولة شعرية، وهي من تنظيم طالبة من الثانوية. تكون متبوعة هذه الأخيرة بمسرحية هادفة مستوحاة من الواقع الجزائري المعاش حاليا. المسرحية تحت عنوان آهات الجزائر. حقيبتي جهازي دمعتين، إحداهما في 54 عندما تقاسمتنا الأمم البعيدة، وأخرى في 93 عندما انكسرنا في العيون القريبة. دم في طرقاتنا، دوي في حارتنا، نواح عند جيراننا، برأس حمى، بقلب حرقة، أنا جريحة. أشبح الليل لم تعد تخيفني، بل أخشى قتل الغدر. من يدري، قد يكون غدا يوم لحدي. ما قيمة الإنسان بلا وطن بلا علم؟ ما قيمة الإنسان عن حارته عن صحبته عمن اهدوه الحياة وزينتها منفصلا؟ ترى ما خبأت لي أمي في حقيبة جهازي، ومضات من الفشل في سجل التاريخ؟ لا، لن أنحني، سأرفع راية التحدي يا أمي، أملاً ترقبته يوم وضعي، زهرة أهديك إياها يا أجمل الأمهات يا جزائري. وطني قبل أمي، وأمي وطن، أرض عطر والعطر زهر، فالأرض عطر أمي، كل في حقيبتي جهازي يا جزائري. ما لجزائري البيضاء تلبس اليوم ثوب عرسها، والعشب الأخضر يزهو أقحوانه، والعصافير عادت تزقزق بعد غيابها. أليس هو الخريف اصفرت أوراقه قبل أوانها؟ أليست هي الفصول اضطربت في زمانها؟ ربيع، شتاء، خريف، ثم صيفه. هو ذا ابني يعود بعد غيابه، مسنيسة، طارق، عبد القادر، محي الدين، ابني مراد العربي. أماه، ما هذه التجاعيد؟ أين عنفوان شبابك؟ ما لفستانك الأبيض الفضفاض يضيق بك؟ غابت عنه نصاعته، وما هذه الدماء تلطخه؟ وجواربك ممزقة، أرجلك أين حذاؤك؟ هي ذي العذراء تشهد بجنينها يوم زفافها، هو ذا الصبي شاب رأسه في مهده يلد ليغمد سيفه في البطن الذي حمله حتى يحمله يوم ولادته. لأن العريس اغتيل قبل فرحته، أنام ضربا
أستيقظ شتما، أسير منكبة الرأس، فلذات كبدي أنجبتهم، وأمام العدو تمنيت أن يتحدوا. أماه، ها هو ذا عائد، لا شرق لا غرب، جزائري أماه مثلما أنجبته، انتهل من العلوم واختار صحيحها. لا لا تغتر، هنا الاستلاب، هنا الاعتزال والكسل. عيناك، بشرتك الحنطية، سنين من التاريخ هل رميت بها؟ بعد إذن أبزرقة العيون ونصاعة البشرة تعوضها؟ جزائري، مهما فعلت أين ذهبت؟ متى حاولت؟ جزائري. إذن أيها السادة والسيدات، كما تتبحتم كانت مسرحية هادفة للغاية، فنشكر طلبة الثانوية عن هذا العرض المسرحي الهادف، وكما لاحظتم أيضا واستمحتم كانت صيحات كذلك معبرة ومعبرة جدا، لأن الشعب الجزائري يعيش حاليا حالة بكاء وضحايا إلى حد النخاع، فنتمنى أن تزول هذه الغمة على مجتمعنا الجزائري العربي الإسلامي الحبيب. إذن وتبعا دائما للنشاط، ستستمعون الآن إلى أنشودة غنينا يجيل غني، وهي من كلمات الأستاذ صدقاوي اللي راه الآن في تقاعد، ونحييه بالمناسبة كما تحييه كذلك بالنيابة كل أسرة ثانوية جريدي رقم 2 وعلى رأسها السيدة المديرة. إذن الآن نستمع وإياكم إلى أغنية أو إلى أنشودة غني جيل غني والمجموعة الصوتية المتكونة طبعا من طلبة ثانوية جريدي رقم 2. Thank you.
شكرا مرة أخرى للطلبة عن هذا النشاط، ولنعود نادية بعد عملية القرعة وجو السؤال والجواب. شكرا لك الأخت فهيمة، شكرا لطلبة ثانوية جريدي رقم 2 على هذا النشاط. ونعود الآن إخواني الطلبة أخواتي الطلبات أيتها الجماعتين المنتدبتين إلى السؤال والجواب واختيار الثانوية أولا، وهي ثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية ولاية معسكر. وأترك للأستاذ زدام اختيار رقم السؤال في مادة العلوم والتكنولوجيا. رقم اثنان تحتفظ بالورقة أستاذ، ونقرأ سؤال رقم اثنين بالعلوم والتكنولوجيا. والسؤال إخواني الطلبة أخواتي الطالبات يقول: من بين القضايا التالية حدد الصحيحة منها والخاطئة. أولا، كل تحاكن هو دوران. ثانيا، كل تحاكن هو تشابه. ثالثا، مشتقة دالة زوجية هي دالة فردية. رابعا، مشتقة دالة فردية هي دالة زوجية. علل إجابتك. أعيد السؤال المرة الثانية والأخيرة: من بين القضايا التالية حدد الصحيحة منها والخاطئة. أولا، كل تحاكن هو دوران. ثانيا، كل تحاكن هو تشابه. ثالثا، مشتقة دالة زوجية هي دالة فردية. ورابعا وأخيرا، مشتقة دالة فردية هي دالة زوجية. وعليك أن تعلل إجابتك يا أخي الطالب، ودقيقة للتفكير والتشاور. بانتهاء النغم الموسيقي تنتهي دقيقة التفكير والتشاور أيتها الجماعة المنتدبة. نعم، وقد انتدبت فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون الجواب كالتالي: أولا، بالنسبة للقضية الأولى، كل تحاكي هو دوران. نعم، هذا صحيح، وذلك في حالة إذا كانت الزاوية بي أي دال ميم بي هو التحاكي، هو تناظر مركزي، وبالتالي هو التحاكي الذي مركزه ميم ونسبته ناقص واحد. أما الثاني، إذا كل تحاكي هو تشابه، هذا خطأ، لأن التشابه هو مركب من إزاحة وتحاكي. أما الثالث، مشتقة الدالة الزوجية هي الدالة فردية، وهذا صحيح. مثلا إذا كانت لدينا الدالة تسين يساوي سين مربع، فمشتقتها هي تفتح لسين يساوي اثنين سين، وفعلا هي الدالة فردية. أما السؤال القضية الرابعة، وهي مشتقة الدالة فردية هي دالة زوجية، وهذا صحيح. مشتقة الدالة فردية هي دالة زوجية، وهذا صحيح. مثلا إذا كانت لدينا الدالة تسين يساوي سين تكعيب، فمشتقتها مثلا تكون ثلاثة سين مربع، وهي دالة زوجية. وشكرا. شكرا، موفقة فاطمة. سيدي في إجابة الطالبة. فيه بعض بسم الله الرحمن الرحيم، فيه بعض الشيء صحيح وشيء خطأ، ورغم هذا أحيل السؤال إلى ثانوية جريدي. ويحال السؤال لثانوية جريدي رقم 2 الأخت فهيمة. هذا كما كان ياكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول، كل تحاكي هو دوران، خاطئ، ويمكن إثبات ولإثبات ذلك يكفي مثال مضاد. مثال مضاد
الدوران يحول كل ثنائية نقطية نون واحد نون اثنين إلى ثنائية نقطية نون اثنين نون فتحة واحد نون فتحة اثنين، حيث نون واحد نون اثنين يساوي نون فتحة واحد نون اثنين نون فتحة اثنين. لكن التحاكي يحول كل ثنائية نقطية نون واحد نون اثنين إلى ثنائية نقطية نون واحد نون فتحة واحد نون فتحة اثنين، حيث نون فتحة واحد نون فتحة اثنين يساوي كاف نون فتحة كاف نون واحد نون اثنين. إذن حتى يكون التحاكي دوران يجب يكفي أن يكون كاف يساوي واحد. إذن كاف يختلف عن واحد قضية خاطئة. بالنسبة للسؤال الثاني، كل تحاكي هو تشابه، هذا صحيح، لأن التحاكي هو تشابه زاويته صفر ونسبته نسبة التحاكي كاف. مشتق الدالة الزوجية هي الدالة الفردية، هذا صحيح. مشتق الدالة الفردية هي الدالة الزوجية، هذا خطأ. يكفي لذلك لإثبات ذلك أن نعطي مثال مضاد. مشتق الدالة 2 سين هي الدالة 2 وهي دالة هي الدالة 2 وهي دالة زوجية ثابتة. على كل أشكر طالب على المحاولة. الآن فيما يخص الأجوبة، فكل تحاك هو دوران، هذا غير صحيح. فيكفي مثال مضاد فقط. دوران هو تقايس، بينما التحاكي ليس بالضرورة تقايس. إذن فكل تحاك هو دوران، هذه قضية خاطئة، يعني يعطي مثال مضاد. فيما يخص السؤال القضية الثانية، كل تحاك هو تشابه. فعلا التحاكي الذي نسبته موجبة وزاوى مركز ومركز ونقطة معينة، عبارة إذا كانت نسبة موجبة فهو تشابه، مركز ونفس المركز نسبته نفس النسبة وزاويته عبارة موجب صفر. أما إذا كانت النسبة سالبة فالمركز يبقى نفسه، النسبة تصبح موجبة والزاوية عبارة على بي. مشتق الدالة الزوجية هي دالة فردية فعلا، ولكن المثال لا يكفي، المثال ولا يكفي. عندما نجد مثال مضاد نعطي مثال مضاد. فالدالة الفردية حق خاصيتها كل عنصر سين من فا نظيره ينتمي لفا، ثم تا ناقص سين يساوي ناقص تا سين، هذه خاصة الدالة الفردية. وبالاشتقاقية الطرف الأيمن تا ناقص سين عندما تشتق تعطينا ناقص تالي ناقص سين، والطرف الأيسر يعطينا ناقص تا سين بعد اختزال ناقص واحد، نحصل على دالة زوجية. وكذلك بالنسبة للدالة الفردية، فالأمثلة الأمثلة المعطات لا تعبر عن أدلة ولا براهين، وإنما نعطيها عندما نجد القضية خاطئة. على هذا فممثلة ثانوية عثمان بن راشد 9.5 نقاط، 9 نقاط، وممثل جريدي 7.5 نقاط سبع نقاط إضافية لأنه أجاب على سؤالين صحيحين، وهو كذلك أستاذ، وسبع نقاط إضافية لثانوية جاريدي بالقبة. ونعود لعملية القرعة ثانية، وما رأيكم أستاذ في اختيار رقم السؤال مرة ثانية؟ رقم واحد في العلوم والتكنولوجيا. والسؤال إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، يقول لاحظ التجربة واحد، وبالتالي نرجو من الأخ المخرج أن يوضح لنا الشكل على الصورة. تتقلص العضلة ألف مباشرة فور ملامسة عصبها الوركي للعضلة باء في النقطتين المتقاربتين سين عين. التجربة اثنين، تنبيه، العصب الوركي للعضلة باء يؤدي إلى تقلص العضلة باء ثم تقلص العضلة ألف. المطلوب قدم تفسيرا علميا للتجربتين واحد واثنين. نطلب الشكل، وهو كذلك الشكل والسؤال على الصورة. لاحظ التجربة واحد أو التجربة الأولى، تتقلص العضلة ألف مباشرة فور ملامسة عصبها الوركي للعضلة باء في النقطتين المتقاربتين سين عين. التجربة الثانية، تنبيه، العصب الوركي للعضلة باء
عفوا يؤدي إلى تقلص العضلة باء ثم تقلص العضلة ألف. المطلوب قدم تفسيرا علميا للتجربتين 1 و2. دقيقة للتفكير والتشاور. وتنتهي دقيقة التفكير. نعم طالب سيتقدم للإجابة نادية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإجابة عن السؤال الأول، لدينا أن من خواص العضلة أنها قابلة للإستجابة عن طريق تنبيه وناقلة للتنبيه، فإذا نبهنا عضلة ألف فإنها تستجيب وتكون استجابة عن طريق تقلص. وعند تنبيه لدينا ما بين يربط العضلة ألف والعضلة باء عصب وركي، ومنه يتم إمكانية نقل المشبكي، أي عند تنبيه العضلة ألف فإنه يتحرر وسيط كيميائي الذي ينقل السيالة العصبية من ألف إلى الذي ينقل التنبيه من العضلة ألف إلى العضلة باء، ومنه فإن العضلة باء تستجيب وتتقلص. بالنسبة للسؤال الثاني، فعند تنبيه العصب ينتقل في اتجاه واحد بالنسبة للعضلة ألف تستجيب بالتقلص، وعن طريق نقل مشبكي أي العصب الوركي تنقل السيالة العصبية تنقل التنبيه من العضلة ألف إلى العضلة باء. وشكرا. بالتوفيق. ما رأيكم سيدي في هذه الإجابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال أطلب من طالب أن يعود مرة ثانية، وليكن في علم الطالب أن العضلة باء في التجربة واحد لم تنبه، وإنما العصب الوركي وضع مباشرة على السطح وعلى المقطع، فهل لديه إجابة؟ فليكن. تفضل أخي للمرة الثانية وبتأني. بتأني. العضلة لم تنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. عند تنبيه عضلة عن طريق عصب وركي، من خواص العصب أنه ناقل التنبيه، أي يتم نقل التنبيه عبره ويصل إلى العضلة. يصل العضلة والعصب مشبك عصبي عضلي، أي يتم نقل التنبيه إلى العصبة، ومنه استجاب العضلة عن طريق نقل مشبكي. بالنسبة للتجربة الثانية، يعود تنبيه العضلة ألف إلى نقل سيالة عصبية إلى نقل التنبيه عن طريق العصب الوركي. استجابة العضلة ألف يعود إلى استجابة العضلة باء عن طريق العصب الوركي أي نقل مشبكي. بالتوفيق. كذلك ما رأيكم هذه المرة؟ على كل حال أنبه كذلك طلبة ثانوية المحمدية بأن العضلة باء لم تنبه، ومباشرة فور وضع العصب الوركي في النقطتين سين وعين حدث تقلص في العضلة ألف، فهل لديهم إجابة؟ ويحل السؤال. محاولة طبعا سيقدمها سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا في التجربة الأولى لم تنبه العضلة. نعرف أن العضلة تحتوي على ألياف عضلية وهي مستقطبة، أي في على سطحها تحمل شحنة موجبة وفي المقطع تحمل شحنة سالبة، وبالتالي عندما نضع العصب الوراكي جزء منه على السطح والجزء الآخر في المقطع ستختلف الكمونات، وبذلك ستنتصر موجة زوال استقطاب نتيجة اختلاف الكمونات، وبالتالي ستنتصر سيالة عصبية عبر العصب الوراكي لتنبه العضلة ألف. أما بالنسبة لتجربة 2،
نرى أن العصب الوراكي موضوع على سطح العضلة التي قبل التنبيه تكون موجبة، وبعدما أن تنبه العضلة با ستتقلص بسبب انتشار موجة زوال استقطاب تذهب عبر عصبها الوراكي، وفي نفس الوقت ستزيل استقطاب الألياف العضلية. فلما تصل السيال العصبية إلى الجزء العصب الوراكي للعضلة ألف الموضوع على في الجزء الأول ستصبح سينقلب استقطاب غشائها، يصبح سالب في السطح وموجب في الداخل، ونفس الشيء سيجرى في النقطة 2، وبالتالي ستنتشر موجة زوال استقطاب على عبر العصب الوراكي رقم 2 لينبه العضلة ألف. وشكرا. شكرا موفق سمير. وما رأيكم هذه المرة أستاذ؟ بسم الله. على كل حال طالب ثانوية المحمدية عفوا أدرك وفهم السؤال. نعم العضلة با هنالك جميع الخلايا الحية مستقطبة، وبالتالي فالنقطتين سين وعين المتقاربتين من العصب الوركي للعضلة ألف مباشرة بعد ملامستهما، وما دام السطح أو النقطة عين تحمل شحنة موجبة والنقطة سين الموجودة على المقطع تحمل شحنة سالبة، فإنه يتولد فرق كمون على مستوى العصب، ينقل هذا الكمون أو موجة زوال الاستقطاب هذه الناتجة تنقل إلى العضلة ألف فتستجيب بالتقلص وبنفضة عضلية واحدة حتى ولو بقي القطبين أو النقطتين سين وعين ملامستين للعضلة من العصب الوركي. بينما في التجربة الثانية فإن تنبيه العصب للعضلة با سوف يؤدي إلى انتشار موجة زوال الاستقطاب، موجة زوال الاستقطاب في العصب ثم تنتقل إلى العضلة عن طريق النقل المشبكي، وبعدها الظواهر الكهربائية تسبق الظواهر الميكانيكية بحيث تنتشر موجة زوال الاستقطاب على مستوى العضلة با، وتنتشر هذه الموجة على غشاء العضلة با، وبالتالي تصبح العضلة با كمنبع لتيار متناوب سوف يؤدي إلى حدوث موجة زوال استقطاب في نقطتين سين وعين من العصب العضلة ألف، وينتقل التنبيه كذلك إلى العضلة ألف التي تستجيب بالتقلص. انطلاقا من إجابة طالبي كلتا الثانويتين فإن ثانوية جريد القبة علامتين، بينما ثانوية المحمدية 9 علامات إضافية. من هنا لتصفيقات الحاضرين بالثانوية، وبالتالي النشاط سيكون من نصيبكم عفوا الأخ عبد الحق. نعم نادية ولو أني لم أسمعك. على كل النشاط الثالث لهذه الحصة سنبدأه بضيافة طبعا كما تعلمين هناك ركن يسمى ركن ضيف الحصة، فلا أخفي أنني اندهشت عندما قيل لي أنك ستستقبل في هذه اللحظة هذا الشاب المتواجد أمامي لأنه صغير في السن، فقلت يبدو أنه يحمل أشياء فأشياء. إذن مرحبا بك، إنه بكل اختصار السيد حقاد باللحول، فهو أستاذ بالمعهد الملحق بالمعهد الوطني للتكوين المهني بمدينة سيق. على كل حال الأستاذ باللحول، ما سبب دعوتك إلى حضورك كضيف لحصة بن تنوية؟ شكرا لأخ عبد الحق. بداية أرحب بالتلفزة الوطنية بمدينتنا المحمدية وأقول لها أحللت سهلة ونزلت أهلا في مدينتك المحمدية. بداية بالنسبة لي يعني هذه الضيافة الكريمة تدخل فيها عدة اعتبارات. بداية أن الثانوية هذه ثانوية عثمان بن راشد قد تكونت نشأت في سنة 1984، يعني فتحت أبوابها سنة 84-85، وكان لنا الشرف أن نكون أول دفعة تدخل هذه الثانوية، وبالتالي أول دفعة تتخرج من هذه الثانوية، والحمد لله أن كنا من بين الأوائل الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا فرع الرياضيات. هذا أولا. ثانيا أننا أول دفعة نهائي قد شاركنا كذلك في لقاء ما بين الثانويات في لقاء متلفز، وكان لنا الشرف كذلك أن كنا بين مجموعة النقطتين سين وعين ملامستين للعضلة من العصب الوركي. بينما في التجربة الثانية فإن تنبيه العصب للعضلة با سوف يؤدي إلى انتشار موجة زوال الاستقطاب، موجة زوال الاستقطاب في العصب ثم تنتقل إلى العضلة عن طريق النقل المشبكي، وبعدها
الظواهر الكهربائية تسبق الظواهر الميكانيكية بحيث تنتشر موجة زوال استقطاب على مستوى العضلة با، وتنتشر هذه الموجة على غشاء العضلة با، وبالتالي تصبح العضلة با كمنبع لتيار متناوب سوف يؤدي إلى حدوث موجة زوال استقطاب في نقطتين سين وعين من العصب العضلة ألف، وينتقل التنبيه كذلك إلى العضلة ألف التي تستجيب بالتقلص. انطلاقا من إجابة طالبي كلتا الثانويتين، فإن ثانوية جريد القبة علامتين، بينما ثانوية المحمدية 9 علامات إضافية. من هنا لتصفيقات الحاضرين بالثانوية، وبالتالي النشاط سيكون من نصيبكم. عفوا الأخ عبد الحق. نعم نادية، ولو أني لم أسمعك. على كل النشاط الثالث لهذه الحصة سنبدأه بضيافة طبعا كما تعلمين هناك ركن يسمى ركن ضيف الحصة، فلا أخفي أنني اندهشت عندما قيل لي أنك ستستقبل في هذه اللحظة هذا الشاب المتواجد أمامي لأنه صغير في السن، فقلت يبدو أنه يحمل أشياء فأشياء. إذن مرحبا بك، إنه بكل اختصار السيد حقاد بلحول، فهو أستاذ بالمعهد الملحق بالمعهد الوطني للتكوين المهني بمدينة سيق. على كل حال الأستاذ بلحول، ما سبب دعوتك إلى حضورك كضيف لحصة من تنوية؟ شكرا لأخ عبد الحق. بداية أرحب بالتلفزة الوطنية بمدينتنا المحمدية وأقول لها أحللت سهلة ونزلت أهلا في مدينتك المحمدية. بداية بالنسبة لي يعني هذه الضيافة الكريمة تدخل فيها عدة اعتبارات. بداية أن الثانوية هذه ثانوية عثمان بن راشد قد تكونت نشأت في سنة 1984، يعني فتحت أبوابها سنة 84-85، وكان لنا الشرف أن نكون أول دفعة تدخل هذه الثانوية، وبالتالي أول دفعة تتخرج من هذه الثانوية، والحمد لله أن كنا من بين الأوائل الذين تحصل على شهادة البكالوريا فرع الرياضيات. هذا أولا. ثانيا أننا أول دفعة نهائي قد شاركنا كذلك في لقاء ما بين الثانويات في لقاء متلفز، وكان لنا الشرف كذلك أن كنا من بين مجموعة الإجابة. إضافة طبعا إلى الأخلاق والسيرة يعني الحميدة، فعلا ذلك ما تأكدت منه من خلال محاورتي للأساتذة ومدير الثانوية. على كل حال نعود إلى ربما إلى 3 سنين أو 4 سنين من وراء أيام دخلت الجامعة، يبدو أنك شاركت في العديد من النشاطات الثقافية على مستوى الجامعة، وكانت من بينها انضمامك في الاتحاد للطلبة الحر. عما قريب سيحتفل الطلبة بذكرى 19 ماي، إذن واش رايح تكون المشاركة نتاعك فيها، وكيفاش رايح تشوفها الآن وانت أستاذ في المعهد الآن؟ نعم بارك الله فيك. بداية يعني في الجامعة الحمد لله كان نشاط قوي في الجامعة، وأنا كنت يعني خاصة في سنة 1989 في 23 مارس عندما أنشئت منظمة وطنية تحمل اسم الاتحاد العام للطلاب الحر، فانخرطت فيها وكنت أحد أعضاء المكتب التنفيذي لها، وكنت رئيس اللجنة الثقافية. فبالتالي يعني هذه السنوات الماضية قد كانت حافلة بالنشاطات الثقافية والعلمية والأدبية والفكرية، من بينها معارض ومحاضرات ومسابقات فكرية. وأذكر يعني أخص بالذكر معرض فقط قمنا به وهو في السنة الماضية 91-92 تحت عنوانه بالكاريكاتير فقط تحت عنوان الجامعة واقع وآفاق. كما أحيينا شهر رمضان السنة الماضية، يعني تخرجت هذه السنة فقط يعني سنة 92، هذه السنة في يعني نشاط ثقافي خلال كل شهر رمضان كانت فيه يعني مسابقة كريمة. نعم. وانت تنزل ضيف على المؤسسة كيف كان شعورك، وكيفاش استقبلت فكرة أو الدعوة لما قالوا لك باللي راح تنزل ضيف على حصة بين ثانويات؟ طبعا هذا كان لنا يعني شرف كبير بالدرجة الأولى. بهذه المناسبة يعني أخص يعني أشكر الطاقم الإداري للثانوية وعلى رأسها مدير الثانوية وكل الأساتذة الذين يعني تعبوا يعني في تعليمنا، أخصهم بالذكر كذلك في هذا اللقاء المبارك. أعود فقط لسؤالك حول 19 ماي، أتمنى إن شاء الله يعني تلقيت يعني هذه يومين فقط هاتف يعني قد يعني استدعيت فيه لأشارك يعني في نشاط هناك في الجامعة سيدي بن عباس،
فان شاء الله يعني سنكون لهم. نتمنى تكون مشاركه فعاله. اذا نزلت اهلا وسهلا على تنويتك. احنا اللي نقولها لك هذه المره ما نساوش باللي حقات بالحول راح يبلغ او بلغ في اول ماي احتفل مع العمال بعمر 25 سنه. اذا طول عمر مديد وكل عام وانت بخير. رايحين طبعا راح تسمح لي لان الوقت ربما ما يسمح لناش لحوار مطول. رايحين ندعيوك وندعيو الجمهور المستمع معنا الى تتبع هذا النشيد الذي هو عنوان سراييفو. وانت تعلم معي ان سراييفو البوسنة والهرسك هذا الشعب الذي يتألم ولا يزال يتألم. نتمنى ان يخرج من محنته. وايضا فمن الاشراف الفني للاستاذ محمد بن علو تتقدم المجموعة الصوتية ذكور بنشيد حول سراييفو. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، 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 نناديكم وأهدر التكالى تحددكم بما اقترف الصليب، نناديكم وآهات التكالى تحددكم بما اقترف الصليب. سراييفو 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 تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي تئن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يذيق بصدق مبدئه الكذوب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات التكالى تحددكم بما اقترف الصليب، نناديكم وآهات التكالى تحددكم بما اقترف الصليب. سراييفو 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 سراييفو، لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا خصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الخطوب، بنات المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة الليلة وتصرح وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري لماذا ينطق الوجه الكئيب، يموت الطفل في أحضان أم تهيله وقد جف الحليب، بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدم والظمأ النصيب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات التكالى تحددكم بما اقترف الصليب، نناديكم وآهات التكالى تحددكم بما اقترف الصليب. سراييفو سراييفو
سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو. سل الفجر الذي لم يبدو فينا، لماذا لا يغني العندليب؟ بني الإسلام هذه حرب كفر، لها في كل ناحية لهيب. يحركها اليهود مع النصارى، تقول لي متى يصحو اللبيب؟ أراكم تنظرون وأي جدوى لنظرتكم إذا غفت القلوب؟ ندير الحرب في أرضي ندير، لكم بالليل منشأه الغروب. وجذب الأرض يسبقه احتباس، وعصف الريح يسبقه الهبوب. ستطحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يفتن الرجل القريب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ نناديكم وآهاتكم تكادى، تحددكم بما اقترف صليب. نناديكم وآهاتكم تكادى، تحددكم بما اقترف صليب. سراييفو 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 سراييفو. شكرا شكرا إذن لعبد العزيز وعز الدين على هذا الأداء الجميل، وشكرا لثانوية عثمان بن راشد على هذه الالتفاتة الطيبة. إذن إليك الخط نادية بدون إطالة. شكرا لك الأخ عبد الحق، وتمنياتنا للشعب الأسني بعودة الاستقرار ولجميع الشعوب المضطهدة. ونستمع الآن أو نتمتع الآن بنشاط ثانوية جريدي رقم 2 بالقبة. فليكن نادية. إذن أيها السادة والسيدات أعزائي الطلبة، نعود مرة أخرى إلى قلب ثانوية جريدي رقم 2، وذلك لنتابع نشاط الموالي. كما يعلم الكثير، هناك ركن آخر ثاني قار في البرنامج، ألا وهو ضيف الشرف. وضيفة الشرف لهذه الأمسية غنية عن كل تعريف، فهي مجاهدة سابقة ضمن صفوف الجيش الوطني، ضمن صفوف جبهة التحرير، وكذا أستاذة حاليا. إذن كانت في الربيع من عمرها أطلق عليها بالجبل اسم دانيا، أي دنو الاستقلال. بدأت كمعلمة في المدرسة الحرة مستقبل الشباب، أين كان التعليم فيها مبني أساسا على حب اللغة الوطنية، الدين والوطن الحبيب، والجهاد في سبيل تحرير الجزائر مهما كلف الثمن ومهما طال الزمن أم قصر. وكان آنذاك الشيخ الهادي العربي الزروقي رحمه الله مديرا على هذه المدرسة الحرة، أين كان التعليم فيها سياسيا سريا. إضافة إلى كل هذا، وبعد اندلاع الثورة التحريرية الكبرى المدثرة في الفاتح من نوفمبر 54، انتقلت دانيا مع الشيخ الهادي العربي الزروقي وابنته خيرة إلى بجاية، أين عين قائدا على الناحية الثالثة أنذاك، وكان وكذا عين مديرا على رأس مدرسة الخلدونية المعروفة. وقد قامت السيدة الأصفر خديجة خيار بعدة محاضرات واجتماعات سرية مع خير ابنته ابنة الشيخ العربي بعد قتله من قبل العدو، والتحقت بالجبل مباشرة وبالضبط بالمنزل الذي انعقد به مؤتمر السمام بعد أن نفيت من بجاية، أين شاركت في عدة عمليات هجومية واشتباكات ناجحة ومعارك، من بينها اشتباك تكستغدان ومعركة إترغوريث، إلى جانب كل من عائشة حداد، الزهرة، حياة ضريفة، دوجة شريف زهار، السي مولود، والممرضة الراحلة ملكة قايد. وبعد حصار شديد من قبل العدو توفيت ملكة قايد رحمها الله، وتم سجن كل من خديجة الأصفر وخيرة بكل من سجن بويرة بربروس بالعاصمة، ثم فرنسا من 58 إلى 62، حيث كانت عرضة لشتى أنواع التعذيب. وبعد العودة إلى أرض الوطن باشرت تعليمها، حيث تحصلت على ليسانس أداب، وكانت أستاذة بثانوية عائشة أم المؤمنين، ثم التحقت بالمكتبة وذلك لظروف صحية، والآن هي في تقاعد. مساء النور سيدتي. مساء النور
أهلا. سؤال يتبادر بذهني الآن، ما هي أبشع الصور التي لا زالت واضحة لحد الآن في ذهنك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر السيد باسمي وباسم أختي خيرة بن العربي، أشكر السيدة المديرة على الدعوة التي وجهتها لنا لحضور هذه الحصة العزيزة علينا. بين لا شكر على واجب. وأشكر كذلك التلفزة وأشكر ابنتي العزيزة فهيمة. شكرا. لا شكرا على واجب، لأنكم قدمتم أكثر من ذلك. إذن ألح الجواب عن سؤالي، ما هي أبشع الصور التي لا زالت لحد الآن راسخة في ذهنك بعد كل ما شاهدتيه وبعد كل الوقائع اللي شاهدتيها آنذاك؟ صور بشعة عديدة، ولكن واحدة بقيت في ذهننا هي يوم القبض علينا واغتيال أختنا الشهيدة ملكة قايد من طرف خائن غادر وتوجيه البندقية نحونا للقضاء علينا، لولا أن صاح ضابط فرنسي في وجه الخائن بعدم قتلنا. هذه الصورة أحتفظ بها في ذهني إلى يوم يبعثون. أما الصورة الثانية فهي سجن بربروس الذي كان إخوتنا الأبرار الشهداء يرحلون عنه واحدا تلو الآخر بقطع الرأس. كذلك هذه الصور أحتفظ بها في ذهني عندما يخرج الشهيد من زنزانته وينادي بأعلى صوته الله أكبر. هذا الصوت، هذا النداء الخالد لا زال لاصقا في ذهني ولا أستطيع نسيانه أبدا. شكرا. إضافة إلى ذلك، وبما أن اليوم الوطني للطالب يصادف كما يعلم الكثير 19 من ماي وهذا التاريخ على الأبواب، فبماذا تنصحين الطلبة الجزائريين بصفة عامة؟ فهل من نصائح تقدمينها لهم؟ جيلنا الصاعد يحتاج إلى نصائح عديدة، ولكن في رأيي النصيحة لا تغني عن البحث عن الحقيقة. أنا أطلب من أبناء الطلبة من هذا الجيل الصاعد ألا يغتروا بالأقوال الهادفة التي لا يريدون الأعداء من خلالها إلا تحطيمهم وتحطيم الجزائر، وخاصة تحطيم الثورة. أريد من أبنائنا أن يأخذوا الحقيقة من الأفواه التي صنعوا هذا الجيل وصنعوا هذا الوطن وصنعوا الاستقلال. أريد من أبنائنا الطلبة يسمحوا لنا، ما كتبنا لهمش التاريخ، ما علمنا لهمش الثورة، ما قلنا لهمش واش كان واش صار. هذه حقيقة لازم نقولها، ولكن أرجو منهم أن يفعلوا المستحيل ليتصلوا بمن صنعوا هذه الثورة وهذا التاريخ ليلقنوهم الحقيقة وليحافظوا في المستقبل على هذه الأمانة العظيمة، ألا وهي أمانة الشهداء وأمانة المجاهدين الجزائر الحبيبة، ويعملوا من أجل بنائها ومن أجل ازدهارها ومن أجل رقيها في جميع الميادين. إذن شكرا سيدتي عن هذا الحوار الشيق والمثير في آن واحد، ونشكرها مرة ثانية عن تلبيتها الدعوة. إذن وفيما يلي وتبعا للنشاط الثالث المقرر في هذه الأمسية، سيمتعكم الآن طلبة الثانوية بمسرحية قصيرة بعنوان انشغالات الطلاب في 17 ماي، فليتفضلوا. فهيمة. نعم نادية. نعتذر ونستمتع بالمسرحية بعد حين، فليس لدينا الكثير من الوقت. شكرا لك فهيمة، شكرا للسيدة، وأطل الله عمرها، رحم الله شهداءنا الأبرار شهداء ثورتنا التحريرية، ولا يزال في قلوبنا أحياء وعند الله طبعا كما يقول الشاعر
محمد الأخضر السائحي، أيها الذاهبون، أمسي ضحايا لم تضع في التراب أي ضحية، ذكركم لا يزال كالأمس حيا في قلوب تعي الكرامة حيا. رحم الله شهداءنا. والآن ننتقل إخواني الطلبة أخواتي الطالبات إلى المرحلة الثالثة من جواب وسؤال أو سؤال وجواب وعملية القرعة. أولا لاختيار رقم السؤال وهي ثانوية جريدي رقم 2. إذا نعود لثانوية جريدي ورقم السؤال. السؤال عفوا رقم 1 في الثقافة العامة. والسؤال إخواني الطلبة أخواتي الطالبات يقول: وقف زميلك أمام ساعة توقيت حائطية ذات رقاص متأرجح ينوس بين الطرفين ألف ألف فتحة، وقد لاحظ زميلك هذا بأنه كلما نظر إلى هذا الرقاص إلا ووجد وضعيته قريبة دوما من جوار النقطتين ألف وألف فتحة، ونرجو الشكل على الصورة، وهو كذلك نقطتي السعة، بينما كان يعتقد أن الرقاص يكون احتمال وجوده في جوار ميم صفر أكثر لأنها وضعية التوازن بالنسبة له. أعطي تفسير فيزيائي مقنع لهذه الظاهرة. أعيد السؤال للمرة الثانية والأخيرة. وقف زميلك أمام ساعة توقيت حائطية ذات رقاص متأرجح ينوس بين الطرفين ألف ألف فتحة، وقد لاحظ زميلك هذا بأنه كلما نظر إلى هذا الرقاص إلا ووجد وضعيته قريبة دوما من جوار النقطتين ألف ألف فتحة بين قوسين نقطتي السعة، بينما كان يعتقد أن الرقاص يكون احتمال وجوده في جوار ميم صفر أكثر لأنها وضعية التوازن بالنسبة له. يقول الأستاذ: أعطي تفسير فيزيائي مقنع لهذه الظاهرة. ودقيقة للتفكير والتشاور لثانوية جريدي رقم 2 بالقبة. النغمة الموسيقية تنتهي دقيقة التفكير. تفضل يا عزيزتي بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. حركة النواس هي حركة جيبية دورانية، ونعلم كذلك أن للعين آلية معينة في التقاط الصور، فهي دائما تستغرق وقتا معينا ضائعا ما بين كل صورة وصورة أخرى، ونظرا لسرعة النواس التي تكون أعظمية في النقطة ميم صفر وتنعدم في النقطتين ألف ألف فتحة، فإن الناظر دائما يرى النواس متمركزا إما في ألف أو في ألف فتحة ولا يراه في النقطة ميم صفر، والله أعلم. إذن تقييم الإجابة ستكون من قبل أستاذ العلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فالإجابة الطالبة في معظمها صحيحة، وهو بالفعل فحركة النواس هي حركة جيبية كما قالت الطالبة، ودورانية جيبية كما قالت، وعليه فإن النواس عندما يتحرك بالنسبة للقضيب فإنه عندما يكون في سعة عظمى فإن السرعة في تلك اللحظة تكون معدومة، أي عندما يصل إلى الطرفين ألف وألف فتحة فإن شعاع السرعة يغير اتجاهه، وبالتالي فتنعدم السرعة حتى يغير اتجاهه. أما بالنسبة للمركز ميم صفر الذي هو عبارة عن توازن أو موضع توازن النواس، فإن السرعة في هذه اللحظة تكون
أعظمية، وبالتالي فنحن نشاهد دائما وأبدا الرقاص في الطرفين نتيجة تباطؤ وانعدام السرعة. وعليه فإجابة الطالبة كانت صحيحة في معظمها، والعلامة 18 و18. ومن هنا نستمع لتصفيقات الحاضرين. 18 لثانوية جريدي رقم 2 بالقبة عفوا. والسؤال الثاني، مدام هناك سؤالين، فهو موجه لثانوية عثمان بن راشد. وسؤال إخواني الطلبة أخواتي الطالبات يقول: لقد شاءت الأقدار أن يستشهد في شهر مارس أحسن قادة الثورة التحريرية. الشهداء هم العقيد لطفي، مصطفى بن بلعيد، العقيدان عميروش وسيل حواس، والشهيد العربي بن مهيدي. وتواريخ الاستشهاد 21 مارس 1956، 3 مارس 1957، 29 مارس 1959، و 27 مارس 1960. اربط اسم كل شهيد بتاريخ استشهاده. ونرجو من المخرج إبقاء السؤال على الشاشة. لقد شاءت الأقدار أن يستشهد في شهر مارس أحسن قادة الثورة التحريرية. الشهداء هم العقيد لطفي، مصطفى بن بلعيد، العقيدان عميروش وسيل حواس، وأخيرا الشهيد العربي بن مهيدي. تواريخ الاستشهاد 21 مارس 1956، 3 مارس 1957، 29 مارس 1959، وأخيرا 27 مارس 1960. اربط اسم كل شهيد بتاريخ استشهاده. ودقيقة للتفكير والتشاور. وتنتهي دقيقة التفكير. انتهى الوقت. يبدو أنه زين الدين. يلا 20 واحد أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. توفي العقيد، أسماء الشهداء وتواريخ استشهادهم: العقيد لطفي في 27 مارس 1960، العربي بن مهيدي في 3 مارس 1957، مصطفى بن بولعيد في 3 مارس 1956، وعمير وسيل حواس في 29 مارس 1956. وشكرا. شكرا. موفق. والأستاذ حمودة. شكرا للطالب. وفقط استشهاد هؤلاء حسب التسلسل الكرونولوجي الزمني: أولا مصطفى بن بولعيد توفي كما جاء في جواب الطالب يوم 21 مارس 56. الشهيد الثاني والعربي بن مهيدي ألقي عليه القبض في 23 فبراير في العاصمة، واستشهد في السجن يوم 3 مارس 57. العقيدان عميروش وسيل حواس استشهدا في جبل ثامر بضواحي بوسعادة بعد معركة دامت يوما كاملا، وذلك يوم 29 مارس 59. وأخيرا العقيد لطفي استشهدا يوم 27 مارس 60 في جبل بشار، حيث حاصرته القوات الفرنسية مع 3 من إخوانه المجاهدين فقاتلوا حتى كتب لهم الشهادة، رحم الله الشهداء. إذن الجواب كان صحيح والعلامة 19. نقطة لثانوية عثمان بن راشد. ومن هنا نستمع لتصفيقات الحاضرين، ونعود لكم الأخ عبد الحق لتقديم نشاط قصير من فضلكم والكلمة الختامية. نعم، شكرا نادية. فيبدو أنني محظوظ هذا اليوم.
مع العلم أنها آخر حصة أو ما قبل الأخيرة لست أدري. على كل حال النشاط الأخير لأمسيتنا سيتمثل في مسرحية اجتماعية بدوي في سوق البزناس. إذا تفضلوا المجموعة المسرحية التابعة للمؤسسة وفي نفس الوقت رئيس المجلس البلدي وكذلك رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين راح نقدموا بهذه المناسبة مناسبة الفوز هدايا للفائزين. إذا تقدموا المسرحية شاقي داخل نخدموا على رواحنا هات لك الناس خلينا نخدموا على رواحنا يا ها هنظل معاك اليوم انا ولكن يا ربي يو لانه ولا صبج الارض قاعده يابسه الورقه يابسه يا ربي لغايه يا ربي شكرنا عليك يا ربي جيها من خدمتها باقي ديما يا ربي يو تعبك لي يا اللي يقول يدي عند الطالب راه مريض. السلام عليكم بابي. يا سلام ورحمه الله. شراك دير يا راني نخدم اخويا. تخدم واه كي قادر خير راه يدفك في الجزائر وتخدم يا اخويا وراه الخير وكلا انه ما صبتش وكذا حاسير مسعود يدفك حاسير مالي طيب في البعيد وتخدم مصاحبي يا اخويا انا بدي مستير راني نضرب هنا في صابه ما عرف يا حاسير مسعود تاعك لي اصابي هادي كيفي ها هو انت كي راك داير انا قال رايح جاي رايح جاي شهر بزنس 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 وبخير على روحي والدراهم ميجو والدراهم ميجو انا حيك وريني كي راك دير ولي وري لكم واه يا روحي فهمك تشوف شوف ايه كي تتصور المدينه واه التالي من الناس سقسي قول له سجل خالد وين سجل خالد سجل خالد صح غادي يجيبك لحتى عندي وكان توجور ديك الجماعه عندي الزينه غير عند الحانوت تاع يحيى نور الدين الصحه عندي يحيى نور الدين وهذه الساحه اللي سقسي ونعطي خويا صالح وبيع على روحك والله هنيك بصح ما تعرفني ما نعرفك يا خويا الله يرحم والديك يا السلام عليكم يا الله يرحم والديك يا ربي 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 الله يعاونك حمادك داوي جيتي ولا بدقي اوليدي ما قعدت شو كنت مشغوله سبحان الله هذا ويكمل هاو فاميلي كل خيال هنا تكوني هنا داخل دلك العب لي فيه انا وراسك والله ما نعاودها ما قعدتش اوليدي والله ما قعد كي كملت الشقا جيت هاتي انا نحط عليك هذا وعلي اللي عليها بدقي خبرك واحد الخبر زين خير ان شاء الله يخبر فيا واحد السيد دار وقال لي فهمتينا غير رايحين وجايين رايحين وجايين ودراهم يجوا انا مقابل يروحوا يديروا كيفهم رايحين خلينا قبل النهار تروح لنا نمشوا ما لنا والو انا مقابلتي روح ديري قفوف مع ذيك السوالي كان لابسها ومع ذيك المشيه مع ذوك الصوالح انا على قاعد في التمره والمسحه والتراب ولا ما ندير كيفهم والسكنه واللوطو وعلى هلا حنا لا ما نديروش كيفهم هيا روحوا ديري قفوف حنا ثانيين هيا هيا روحي فودي قدامي فودي هيا لي بينسوي اسمع مربورو افرازري مكتوب هيا مربورو افرازري مكتوب لي بينسوي مربورو افرازري مكتوب هيا مربورو مربورو افرازري مربورو افرازري مكتوب بابا نضل نهضر معاك انا كل يوم نهضر معاكم انا على الشيطان وين ما نروح نلقاك انت جاي هنا سابقنا ها روح بيع في جهه اخرى افا عاد هذه اخويا انا خاطري كي لحقرك انا حقرك اخويا حياتي انا واخذوني فيه مالك كل يوم يضربوني ضربوك انا سالتك تقرا ولا سالتك انا تبيع برايس طردوني من اللي يكون يا راهي طردوك من اللي يكون امشي معايا اليوم تفهم معاك امشي اليوم خبر بوك امشي معايا تشوف امشي يا خيلي هو شو داير هاكل الله يا ربي يا ربي يا ربي يا روحي يا مسيحة الزينة يا روحي يا وقالك دير تصاور الزينة من قدام بها يشروع لي يا ندير ذي ها هي اليا وذي ثاني يا دي وراه ثاني يا بوبو شو هذا شو هذا شو راك دير شو هذا السمير هذا مشاك جاي السوق بلشي روبو ها شو روبو صحة سكتنا سكتنا تصرف في غيرتي يا اختي صرخي يا سي الحاج خير عليكم على هذا الغوبو يا دير 150000 150000 شتا قلت لك شتا تفهمنا قلت لك ما تهضرش لا شتا ما نهضرش هضر غيرتي صاي صاي بالعمي وكلا وكراك لا خدمه لا تضمه ما نهضرش نهضر انا يا صحة صحة صاي والله وسج واشحال يا دير 75000 75000 هاو كي نهضر يا بالعربية ما فهم بالفرنسية ما فهم كي يدير معاك انت كي انت كي هو مشى قدامي فوت يا
كيف انا تصوت فيه؟ تحيا ربي يوم. شفت المدينة اللي بغيتها؟ معذرة معذرة لطلبة ثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية ولاية معسكر على هذه المقاطعة، فليس لدي. شكرا لك الأخ عبد الحق وشكرا لجميع الحاضرين هناك، ونعود للأخت فهيمة ومع نشاط قصير من فضلك لا يتجاوز دقيقتين والكلمة الأخيرة. وليكن نادية. إذا نشاط الموالي وهو عبارة كما أعلنت سالفا نادية هو عبارة عن مسرحية قصيرة نوعا ما تحت عنوان انشغالات الطلاب في 17 ماي. انتباه ملاحظة إن ونرى الصورة. لست أدري ماذا حدث بثانوية جاريدي. الأخ المخرج لست أدري لا. إذن معذرة لثانوية جاريدي رقم 2 بالقبة لهذا. نعم له. نادية. نعم الأخت فهيمة. ماذا يجري؟ أظن دقيقتين أخذنا منهم دقيقة، فهل من الكلمة الأخيرة؟ إذن الكل يحتج هنا. إذن ماذا سنفعل؟ هل من نشاط؟ يعني مسرحية يعني لا تستغرق أكثر من ما قلتيه، وهو كذلك. إذن الأخت شكرا شكرا. إذن نواصل مع هذا العرض المسرحي. أستاذة من فضلك، هل تتوقعين أن يكون هناك سؤال عن المنطق في البكالوريا في هذا العام؟ ماذا تريدين أن أقول لك؟ من أراد أن ينجح عليه أن يتوقع 10 أسئلة إجبارية في كل درس من دروس البرنامج. لا شكرا أستاذة. مع السلامة أستاذ. مع السلامة أستاذ. أختي سهرة من فضلك، ما فهمش القانون تاني. هل تجربي سلبتين؟ أروح أنا حين رجعوا. ماذا بك؟ شوف شكون اليوم داخل. شوف 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 كل يوم عاد ساعه. صباح الخير يا جوهر. واش كجديد؟ جديد من عندك؟ واش هذا وين خلص؟ ما تهضريش معاه، خليه. أدري تقول لك ما تجي تكحل العمية حتى يخلص العرس. يا الحمواليك حدك وحد راه. حدي حد روحك. اسمحوا لي دقيقة. دقيقة نشوفوا السي خونا. لو كان عطا ربي راك تراجع معنا باش تلحق. هذيك المراجعة خليتها لك، ليك السي مبكر نهار كامل داخل علينا على 10 و10. مضمون حقنا الجريدة. علاه جابها معاه؟ جابها. هذي جيت لك يا السي مبكر. القراية خليتها لك، ليك اقراو اقراو. بالك تخرجوا لنا علماء في ناسا ولا في المستقبل، شكون يعلم؟ ما حنا نقراو لكم الجرنال، كون ما قراش انا ما كانش اللي يقرا. اسمعوا اسمعوا. العالم كاع راه في الحروب، شوف. فلسطين يا خوار مجمدون في هذاك الثلج، واحد ما على باله بهم. والبوسنه البوسنه اللي محاوها من الخريطه، اما هذيك البلاد اللي جايه تحتها. يعطيك الصحه شريكي. واش بيناتهم بس هادو شعلوها؟ وخلي وخلي. اسمعوا ايه وكي تولي الصح، علاش هاد الحروب كامل؟ علاش ما تستغربش خلاص في هاد الحروب ولا ما على بالكش؟ هاد الحروب هادي اللي كنتو فيها اي ترفه في البعض، كما قال الشاعر فيهم مصائب قوم من عند قوم فوائد. يعطيك الصحه. دور دور الصفحه تشوف. قال لك وقيله راهم رايحين يحدوا ضريبه على البترول. شوفه وباش تشوف الزمان وين الحق، ما كفاش نسوقوا لهم البترول ونزيدوا نخلصوا عليه الضريبه. خيح على كلامي دوك. هذا اللي يقول لك اعطيني بنتك وزيدي عاودتها دقيق. بصح انا والله والو. اختك ما هذا تمسخر وتلعب قرايتك، وما حنا نقراو لكم واش دار لكم في صفحه تاع التلفزيون. نبداو بهذاك الكسكاس الكبير هذاك اللي راه مهبل. شفتي يا فا والو ما والو. هما امسيس داروا لنا حصه على البخسيس. هما كان البليس والله ما غلط اللي سماها بليس. الله يحفظ. هما صندوق العجب ديالنا. بصح شوفوا نحنا حصه هايله. واش نحاو معالم؟ واش من المعالم؟ مساء الخير ثقافه. واش من صباح الخير؟ مالا واش نحاو؟ انا نحب باي. نحاوهاش قولوا للاسف. انا عم باتي نحاوها. نحاوهاش واقيلا راك تجوز بينا الوقت نتايا. اسمع يا رحم بابك خلينا نقراو، الا ما تهمكش مراجعه حنا تهمنا. باش يكون في حاله باش يكون في علمك يا سي. القرايه الجرنه ثاني قرايه وانا ثاني راني نقرا باش نرفع شويه المستوى. راك تعرف. اسمع خليك ما تفاهات وتمسخر، وشوف صفحه الاعلانات والمسابقات وتكوين كاش ما تشوف لعمرك حاجه مليحه. لا عمري. اذا حبيت تقاف قرا الكتابات، قرا شويه على تاريخ بلادك. ها يا سيدي على يومين كاين مناسبه وطنيه كاش ما تعرف عليها. 19 ماي. اه 19. وشكون ما يعرف يوم الطالب؟ وعلاش تروح الى ذاك النهار؟ اليوم رانا 17 ماي. حازم كاش ما يفكرك هذا اليوم؟ واش يفكرني؟ يا ولد خاطرو باش حبيتي ما يفكرك في حتى يوم؟ واش يفكرك؟ هذا اليوم هذا هو لقاء بين الثانويات كاريدي
ومحمديه. هذه واحد ما على بالو بها. اسمعوا، هذا التاريخ 19 ماي واللي هو يوم الطرد، ناس كيما قال عز وجل صدقوا ما عهدوا الله عليه، وهما راهم قاموا بالواجبات تاعهم. اما حنايا واش رايحين نديروا؟ واش رايحين نقدموا لبلادنا؟ لوين لوين رايحين هكذا؟ يعطيك الصحه يا العالم ديالنا مفتي، يعطيك. وقيل عندك الحق واش كنت تقول على الاعلانات وهذيك؟ واه شوف انا شوف، اسمعوا اسمعوا شنو يقول لك. قال لك راهم يديروا لاشين على الفيزا. واش واقيلا راك مليح المبلغ؟ ان شاء الله كندا ان شاء الله. اوه اوه واقيلا كي شفتو مكتوب انا استرالي. يا وحق سيدي عبد القاسيدي قال لي غير هنا نموت. واش هو الفيزا يا الخاوه؟ الفيزا راهي مهبلتنا، وحسبوا معايا شحال راهم يستناو فيها. الاباء، الامهات، الجيران، الفاميليا، خلا دار الشرق راه يتسنى فيها. الباك يا الخاوه، الباك اللي راه مهبلنا اللي حبلها معلي غير ينوض بكري. معلوم يا اختي، وكما قال المراقب نتاعنا جنرال من طلب العلا سهر الليالي، وراه عنده الحق ولازم يكون عنده، ولازم يكون عنده الاساس. ماشي كيما حال خوك ما عنده لا اساس لا راس. ما بشريكك وجاي يقرا معاكم. اما انت على بالك بحالتك، خلينا حن بابك، خلينا حنا نديروا لاشين على هذه اللي سميتها الفيزا. ولا صحت لك ان شاء الله. علاش لا لا كيما لا غير عنده الحق سمى الباك فيزا وما غلطش، على خاطرش اللي جابوه بلا مونسيون ما عنده ما يدير به. وعلاه اللي جابوه بالمونسيون كش ما داروا؟ ما عنده ما داروا. يا ربي حبسوا حبسوا. نقول لكم حاجه بصح تريح بيداتنا ان شاء الله. قال لك راهم يجوا يوجهوا بالورديناتور على خاطرش ما يغلطش. ولا غير جاب لك ربي، نعرف وحده عندها باك علمي بعثوا هذه الرياضه البدنيه. علاش الرياضه عيب؟ لا لا المشكل ماهوش هنا، المشكل طفله عندها مرض القلب. الله يجيب لها الشفاء. عمرها ما درت رياضه بدنيه وعطات لهم شهاده اعفاء. ما تفهمي حاجه؟ ما فهمت والو. استناو استناو، ما تهربوش ما تهربوش من الواقع وتجيبوا في السبايب. وجهوا وحدهم قلتوا داروا بيستون. راك تشوف يا خويا استعملوا لونديناتور قلتوا يغلط كيما داروا معاكم حالو. راك تشوف بصح ما تنساوش بلي كاين طعن طعن يا ناس. عندك الحق كلامي عندك. انا نعرف شي ناس ما عجبهمش هاد التوجه داروا طعن ودوك لاباس به، راهم لاباس عليهم. اه يا سي واش بك شريكي؟ دار غير الباك. راك تشوف الحومه الفيزا لونجين ومنشار. راك تشوف احنا بين ثانويات الباك وما على بالي. انا هاد الباك ان شاء الله نجيبو مونسيون ضعيف جدا جدا. امين يا ربي. هاي الباك نفرحوا العجوز ونحموا العوجه. فرح بيه جدا الله يرحمه. ومن بعد نعلقوه في الحيط ونديروا فيه بيبليسيتي. وهذا اليوم سعيد مبارك واليوم يغني عليك. اي هذه لا تخمم غير على الزرده، وانتم كامل طايحين فيها عباسه وهذا. ولا ما قلتوش نجيبوه حتى ولو كان ما ندخلوش به الجامعه، نخدموا به صنعه ونتقنوها ونعيشوا بها حتى الغير. ايه سمعوا لي مليح هاد النصيحه، القرايه عمرها ما تروح بها. سمحي لي يا اختي، انا السمانه اللي فات انا وشريكي رحنا عند طبيب سبيسياله قال لي القرايه حبست لك لهنا. عندك الحق يا اختي سهيله، عندك الحق يا اختي سهيله، حنا نحبوا نحلوا كل مشاكلنا بصح في دهنا برك. هيا لو كان كل واحد منا يحط راسو ويخدم خدمته. يحط راسو؟ لا وانا حطيت رجلي وما فاد والو. انت دائما تهرب من الواقع ومن بعد تشوفوا كيفاش تصبح البلاد. ايها السادة والسيدات، نشكر الطلبة عن هذا العرض المسرحي، وفيما يلي كلمة ختامية نشكر كل أسرة ثانوية جريدة رقم 2 بالقبة الجزائر العاصمة عن المجهودات اللي قدموها لنا من أجل نجاح هذا المباشر. نشكر كذلك الزملاء بشبكة الإرسال، نشكر الفرقة المتنقلة تي في سي 5 عن المجهودات كذلك، وتحياتي الخالصة وتحيات المخرج عمر بن زكا. وإلى الملتقى القريب بحول الله، وذلك أمسية الاثنين بمدية. شكرا لك فهيمة، شكرا لثانوية جريدي رقم 2 بالقبة، شكرا للجميع الحاضرين هناك. ونفس السؤال دائما يطرح على الأستاذ صدام مقيم النشاطات الثقافية، ما رأيكم أستاذ في نشاطات هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخت نادية، وأشكر التلاميذ على ما بذلوا من مجهودات من خلال الأنشطة التي شاهدناها وسمعناها في نفس الوقت. إذن في البداية ثانوية عثمان بن راشد، بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقتها التلميذة بالمؤسسة وتعريفها حول المؤسسة والمنطقة، جاء الدور القصيدة لمفدي زكريا حول الأمير القادر، تمت بأداء جيد. بعدها الأغنية الجماعية الأولى كانت موفقة، وكان هناك مزيج ما بين الإيقاع السريع والمتوسط والأصوات حسنة عموما، أما اللباس الفرقة منسجم. بعدها ركن هل تعلم معلومات مفيدة وهادفة.
بعدها الأغنية الجماعية الثانية حول السلام، الكلمة كانت معبرة وسليمة والأداء جيد وكذلك اللباس منسجم. أما النشيد الإسلامي حول سراييفو، الكلمات فكانت هادفة وهي بمثابة صرخة شبانية للضمير الإنساني والإسلامي على الخصوص. أما الأداء فكان جيدا، فضاءات القاعة حسنة بما فيها من أعمال فنية أخرى. أما ثانوية جاريدي 2، البطاقة الفنية من أداء التلميذة بالمؤسسة حول المؤسسة والمنطقة. بعدها جاء دور الأغنية الأندلسية من أداء فرقة المؤسسة. الإيقاع جميل وتناسق كبير ما بين صوت التلميذة والفرقة. أما اللباس التقليدي الجزائري العاصمي كان منسجما. أما ركن هل تعلم، لقد استفدنا مما جاء فيه من هذا الركن من معلومات قيمة. بعدها جاء الدور المسرحية أهات الجزائر، بالفعل كانت أهات هادفة معبرة. أما الأداء كان موفقا إلى حد كبير. بعدها النشاط الثالث حول أغنية غنينا يا جيل، لقد استمعنا إلى أغنية جميلة بما يخص الأصوات أو الأداء. أما اللباس كان منضبطا، فضاءات القاعة حسنة كذلك. أما في الأخير المسرحية الثانية حول انشغالة التلاميذ وهمومهم، كان موفقا لحد كبير، كذلك الأداء من خلال التلميذ المنشط. بناء على ما تقدم، النقطة هي كالتالي: 17 نقطة لثانوية عثمان بن راشد المحمدية. كم أستاذ؟ 17 نقطة لثانوية عثمان. عفوا، 17 نقطة لثانوية عثمان بن راشد بالمحمدية ولاية معسكر. نعم أستاذ. أما ثانوية جاريدي 2، 16 الفارق نقطة فقط لثانوية جاريدي رقم 2 بالقبة، والمجموع إذن يكون 74.5. أمحي المساحة موجودة هنا، إذن 74.5. 74.5 لثانوية عثمان بن راشد، و 54.5 لثانوية جاريدي رقم 2 بالقبة الجزائر العاصمة. وبالتالي أظن ثانوية عثمان بن راشد المحمدية هي الحائزة على المرتبة الأولى، فلقد شيء غيرت الترتيب، والترتيب إذن المجموع للمرتبة الأولى هو 74.5. وبالتالي نعود لهذه الثانوية مع نشاط قصير والكلمة الختامية من هناك. نعود لك الأخ عبد الحق. لست أظن الأخ عبد الحق. الأخ عبد الحق. الأخ عبد الحق. لست أدري إن كان في الاستماع أم لا. فهو من استماع في الحقيقة. الفرحة هنا في القاعة قد أنستني كل الأشياء. يبدو أننا الأوائل على ما أظن. فإذن هنيئا لنا.